تغلب زوريا على ضيف ستال ديمبرو بهدفين لهدف في إطار الجولة 16 من الدوري الأوكراني لكرة القدم. انتزع ميلبورن فيكتوري صدارة الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه أدلايد يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد. وتنازل بريسبين عن الصدارة بعدما وقع في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما لحساب البطولة ذاتها.